اليوم لتونات المولاي بوشتا باش نديروا قافله طبيه متعدده التخصصات فيها لوفتالمو جينيكو الكارديو واطباء عامين وبالاضافه الى اطباء الاسنان. جينا اليوم باش نخليو هاد الناس اللي كيسكنوا في مناطق نائيه انهم يستفدوا من جميع الخدمات الطبيه بالمجان مع توفير مجموعه من الادويه، وهذا بالاضافه الى اننا جددنا لهم المدرسه ديالهم ودرنا لهم الطاولات المدرسيه السبورات جددنا لهم طلاء ديال المدارس، وكذلك اعطيناهم سلال غذائيه بمناسبه شهر رمضان الكريم والله يتقبل منا كاملين. القافله الانسانيه ديالنا فيها حمله طبيه كتشمل ديبيستاج ولي كونسلتاسيون في واحد التخصصات مختلفه ما بينها طب القلب والشرايين طب النساء وطب العيون، ومع رافقونا في هذا الكارافان ديالنا حتى واحد الميسان دونتيست اللي داروا دي كورت سونسيبيزاسيون للدراري الصغار وعطاو بليس دو 200 كيت للدراري الصغار نيت ديال المدارس اللي كاينين في جماعه مولاي بوشتا. لا كارافان ديالنا دينا فيها مجموعه ديال لي ميديكامون اللي استفدوا منهم الناس ديال الجماعه. دوزيام بوان ديال الجماعه ديالنا كان هو ترميم واعاده التاهيل ديال مدرسه تربوهم اللي كيقراو فيها ازيد من 90 تلميذ، وهاد التلاميذ بالضبط استفدوا حتى من مجموعه من الطاولات الجديده اضافه الى الالواح وبعض المحافظ اللي فيهم لي فورنيتور سكولير اللي غادي يحتاجوها ان شاء الله طيله السنه. والكارفان ديالنا درنا فيها حتى ديستريبيسيون ديال السلال الغذائيه بحلول رمضان وحتى بعض الملابس اللي قدرنا نجمعوهم من المساهمات ديال الناس. هذه اول اديسيون ديال الكارافان هيومانيتير ديال كلوب ابولون. اخترنا بالضبط جماعه مولاي بوشتا حيت هي واحد الجماعه اللي كتعاني مجموعه من المشاكل بمثلها الفقر، وعندهم واحد مجموعه من المدارس اللي في حاله هزيله ويحتاجوا مجموعه من الترميم، وعندهم بزاف ديال الناس اللي كاين اللي يحتاجوا يمشيوا للسي اش يو ولا سي اش بي وهذا بعيد عليهم وفاس بعيد عليهم بيان سور طريق خايبه، سكيف حنا فكرنا باننا نساعدوهم نقرب لهم داك لي سبيسياليتي اللي كيمشي ويحتاجهم اغلبيه ديال الوقت ونجيبهم لهنا نعطيو لهم ديال اليونات ندير لهم دي كونسلتاسيون نعاونوهم في ديبيستاج ونسهل لهم اليوم مصعب، بالاضافه الى اننا نحاولوا نتطرقوا شويه لموضوع الفقر ونعاونوا داك الناس في السلال الغذائيه في رمضان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.